بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عام الإقليم مرحمنا، السيد الكاتب العام لعمالة إقليم مرحمنا، السيد الباشا، السيدات والسادة ممثلي السلطة المحلية، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيدات والسادة أعضاء مجلسنا الجماعي الموقر، السيد مدير المصالح والسادة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح جماعة ابن جرير، السادة مستخدمي وعمال المستودع الجماعي، نساء ورجال الصحافة والإعلام، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته، تحية طيبة لكم جميعا. إننا اليوم كمجلس جماعي وبمناسبة إعطاء الانطلاقة للمركبات الجديدة الخاصة بالنظافة التي تعزز بها المستودع البلدي، نكون قد أوفينا الوعد، ونأمل أن يشكل هذا الحدث محطة فارقة على مستوى نظافة المدينة والاشتغال على القضاء نهائيا على النقط السوداء في المدينة. لقد شكل موضوع نظافة المدينة هاجسا مستمرا بالنسبة لمجلسنا الجماعي منذ بداية هذه الولاية، جعلنا نعمل من أجل كسب رهان تعزيز أسطول المستودع البلدي بمركبات جديدة وحديثة. وهنا لا يفوتني أن أتوجه باسم جميع مكونات المجلس بالشكر الجزيل للسيد عامل الإقليم على دعمه المتواصل، كما أستغل هذه الفرصة للتنويه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها عمال ومستخدمي المستودع البلدي، وخصوصا الذين يعملون في النظافة، وأدعوهم من باب المواطنة الصادقة أن يبذلوا مجهودا أكبر من أجل مدينة ابن جرير مدينة نظيفة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم.